بعده عن الطريق إذا بتريدوا. بعده عن الطريق لو سمحتوا. بعده أنسة سبيل؟ شو عم تعمل هون؟ بعدين أنت من وين بتعرف عنوان بيتي؟ أنا بدفع أجار هذا البيت وعم بشتغل بقسم المالية عندكن. اسمي إيرهان يلدرم. نسيتيني شي؟ وشو بدك؟ قلتي إنه يلي صار رح يضل بيناتنا. شو صار؟ هلأ ماني بوضع يسمح لي. أنت مضطرة تشرحي لي. بعد عني. مين أخذ هاي الصور؟ ومين سرب الخبر؟ احكي لي. ما بعرف. معقول الرجال يلي أخذ هاي الصور شاف شي تاني كمان لسه؟ قلتلك ما بعرف. شوفي، أنا بحبها لخطيبتي كتير ورح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى أرجع لإلها. ما رح أسمح لاتفاقك هادي يدمر حياتي أبداً. سمعتي؟ لو سمحتي. شي وسخ شرفي، بس انتي وطيتي راسي. هلا بنتي الصغيرة وطيت راسي بين العالم. أنا بحب خطيبتي كتير ورح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى أرجع لإلها. ما رح أسمح لاتفاقك هاد إنه يدمر حياتي أبدا. شفت الأخبار؟ نيحة، نيحة، لا تشغلي بالك أنتي حبيبتي، لا تاكلي هم. بابا، صار شي حبيبتي؟ بابا، مثل ما بتعرفي، أكيد عصاب يعني. أنتي لا تشغلي بالك. أنا حجزت فوراً جاي، ما بتركك لحالك بنوب. أنا أكيد رح كون معك، انتبهي على حالك أنتي. تمام حبيبتي.
لك وينك انت سيبيل؟ عم اتصل فيكي من امبارح بالليل، ليش ما عم تردي على تليفونك؟ كان تليفوني صامت. ايه برافو عليكي، صار عندي ولاده طارئه وما كان فيني اتركها واجي، وحضرتك شغلتي لي بالي. ليكي شوفي وشك مبينه كثير تعبانه، واكيد ما اكلتي لسه. مو جاي عبالي اكل شيء. يلا تعالي ناكل شيء. يلا ما بدي تركيني. يلا خلصينا، مو على كيفك. يلا حبيبتي بدك تخلصيهم كله. شو يعني بدك تراقبيني هيك وانا عم باكل؟ ايه رح راقبك. يلا شو ما رح تخبريني يعني؟ مثلا فيكي تبلشي بانه مين الشاب اللي كان معك؟ على الاغلب له اسم. إيرهان. تمام، مين هاد إيرهان؟ يا ربي ما توقعت انك انت تخبي علي هالقد سبيل. الكل عنده اسرار، ما حدا بيعرف عنا اي شيء ابدا. بتعرفي شو يلي مو قدراني افهمه؟ وقت عرفت بالخبر، قصدي بعد ما عرفت انه يمكن ما فيني جيب ولاد، حسيت انه الحياة كتير كتير ضدي، وحاسة كل شيء بديني عكس ما انا بدي تماما. ايه اللي عم يصير عن جد كتير غريب، بس عن جد فكري بوضعك ما انه طبيعي كتير. مو انت ضغطتي على مشاعرك لسنين طويلة، وهلأ لما انضغطتي كمان وصار مشاكل جديدة، انت حسيتي بهذا الشيء، وموافقة الرجال عرضك او رفضه بترجع لهاد برهان. إيرهان. عفوا، إيرهان. طيب شو تعشيتوا يعني؟ فهمت، لساتك مو جاهزة لحتى تحكي. في شي ما عم افهمه ابدا، ليش هاد الشاب؟ يعني شو الميزة اللي عنده بتخليكي تعرضي عليه؟ شو بيختلف عن الباقي يعني؟ مع الأغلب لأني شبهته لحدا، يعني وقفته، صراحته، ما بعرف، بيبين أنه ما بياخد الحياة بشكل جدي، بس بالواقع كل شيء تحت سيطرته. لمين شبهتي؟ لبابا، بس أيام زمان. أنسة سيبيل، صار في شي طارئ؟ إمتى جاية أنتِ؟